أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، وما زالت فقرات سيدتي مستمرة. حننتقل الآن إلى بعض النصائح التي يقدمها موقع سكر دوت كوم لكل سيدة حائرة بهدية لزوجها. نشوف التقرير. تبحث عن هدية لزوجتك أو خطيبتك أو لوالدتك أو أختك ونفدت منك الأفكار؟ اخترنا لها اليوم من مجموعتنا في سكر.com هذه الأفكار التي ستقع في غرامها. إن كانت السيدة تعشق موضة الريترو، فهي حتماً ستقع بغرام هذه النظارات الشمسية من تصميم إيف سان لوران بإطار أسود سميك مع عدسات سوداء شبه شفافة وحماية 100% من أشعة الشمس الضارة والتي تأتي بتصميم الآي كات. ستجعل السيدة تشعر بأنها إليزابيث تايلر في أحد النهارات الصيفية في عام 1960. أيضاً حقيبة يد أنيقة وعملية ستبهرها، فهي تعتبر جزءاً أساسياً من خزانة أي سيدة. أخيراً حذاء مسطح باللون الأسود مدبب من الأمام بلمعة نحاسية، ستحب السيدة أن تنتعله مع الجينز في لقائها مع الصديقات على وجبة الإفطار المتأخرة البرانش. احصل اليوم على هذه الأفكار وأكثر من أشهر دور الأزياء العالمية وبأفضل الأسعار فقط من سكر.com. ادخل اليوم لحسابك وسجل في نشرة البريد الإلكتروني اليومية لتبقى على اطلاع دائم بكل ما هو جديد لدينا. سكر تعرفك على أحدث أفكار الموضة وتطلعك على نصائح الأناقة والمظهر من أبرز أسماء الموضة العالمية. بالإضافة إلى فرصة الحصول على خصم بقيمة 72 ريال عند شرائك بقيمة 360 ريال سعودي من موقع سكر.com، الموقع الأبرز للتسوق عبر الإنترنت والذي يزودك يومياً بأحدث صيحات الموضة من أشهر دور الأزياء العالمية. نبقى مشاهدين في أجواء الموضة، ووقفتنا التالية هي مع موضة العرائس في فصلي الصيف والشتاء مع خبير الشعر جوراد. نتابع. مساء الخير صبايا اللي موجودين بالاستديو وكل السيدات اللي عم يحضرونا ببيوتهم. اليوم مثل ما شفنا عاملين عروستين واكثر من عروس واكثر من ستيل، وهلا انا وانتو حنحكي على التفاصيل من بعد ما نشوف شويه صور للعروستين. العروس اليوم اللي شفناها هي تصريحه شنيو عالي، وكان كثير فيه نوع من النوبره وغير مصفصف، والشعر كثير حر مجنون طبيعي. بنفس الوقت ابتكرت وحاولت أقدم الغرة كتير العالية وكأنه الشنيو طلع قدم من الخلف وصار من القدام. أما العروس يلي تركنا شعراتها مفرودين، هون حاولنا بما أنه نحن عم نعمل ستيل الريترو وستيل الأشياء القديمة، كمان نفس الوقت تركنا شعر مفرود وبطريقة مطعجة ومخصلة ومش مفهومة إذا كانت هي كيرلي ولا هي ريترو. كتير مهم إنه العروس قبل ما تقرر زواجها تبلش تعمل بروفات وتبلش تشوف شو بيرحلة الشعر المفروض الشعر العالي. مش مهم أبدا ومش صحيح إنه العروس لازم تعمل شنيو ولا تكون عروس. كتير مهم انه العروس تعرف قد ايه طول العريس، وكتير صعب انه تكون العروس اطول من العريس، من هيك لازم تكون التصريحه كتير مناسبه لطول العريس. نختار الطرحه قبل ما نعمل التصريحه،
قبل ما تعمل التصريحة، لأنه كتير مهم تكون الطرحة مناسبة لشكل الشعر اللي بدها تعمله العروس. عروستي كتير مهم انك تغيري لون شعرك، بس مش كتير حلو انه يوم العرس ما حدا يعرفك بالمرة. حلو انه يعرفوكي بطلة جديدة ورق جديد، لكن اذا قررتي تغيري لون شعرك فضل يكون التغيير قبل 3 أسابيع على الاقل. وطبعا واخيرا بدي اقول لكل عروس تعزم الكوافير تعولة على عرسها، علشان اذا صار اي حالة طارئة يكون موجود مع هيدا اكيد مسحة. بتمنى لكل عروس النجاح والتوفيق، وان شاء الله الف مبروك لكل العرايس اللي تجوزوا واللي بدهم يتجوزوا. احنا كمان بدورنا نتمنى التوفيق لكل عروسين مقبلين على الزواج ان شاء الله. احنا متابعين معاكم سيدتي، لكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد ان تجدد انوثتها، شخصيتها وايامها. سيدتي، عالمك في مجلة. انت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها. معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. مجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وجولة على صفحات سيدتي.net.